السلام عليكم شباب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم أنا وياكم إن شاء الله راح نشرح اللكتشر الثاني من الميديكال كيمستري اللي يحكي عن ليكويد ميكستشر أند أوزموزيس. مثل ما تعرفون شباب، بأي محاضرة عندنا بالبداية learning objectives، يعني المواضيع اللي راح نتناولها أو ندرسها خلال هاي المحاضرة. إحنا اليوم إيش عندنا؟ عندنا suspensions اللي هي العوالق، وايضا عندنا الكولايدز اللي هي المستحلبات، والديفيوجن اللي هو الانتشار، واغلبكم تعرفوا عندكم نظره سابقه عليه ماخذيها بصف السادس اعدادي. وعندنا ايضا اوزموزيس اللي هو التناضح، وعندنا الاوزموتيك بريشر اللي هو الضغط التناضحي او الاوزموزي. اخير شيء عندنا الديهايدريشن. فراح نجي شباب نشرحهم وحده وحده على كيف. أول شيء عندنا السسبنشنز. السسبنشنز يعني عوالق. زين، إحنا خلينا نجي نعرف شنو يعني السسبنشنز قبل ما ندرسها. بهذا الرسم التوضيحي شباب راح نعرف شنو معنى السسبنشنز. فخلينا نجي نفترض إنه هذا اللون الأصفر هو ليكويد، زين، وهاي الحبيبات السوداء نقاط السود خلنا نعتبرها insoluble substances، مواد غير مذابة. فعند دمج هاي insoluble substances ويا الليكويد، شي طبيعي هاي المواد ما راح تذوب. زين، لعش راح يصير لها؟ هاي المواد راح تترسب أسفل القارورة الزجاجية عند وضعها بالليكويد. زين، لذلك يصيحوا لها العوالق، لأن insoluble substances مذوب اللي هي المواد الغير مذابة، فراح ترسب أسفل القارورة الزجاجية. لذلك إحنا بعض الأحيان من نروح للصيدلية نلاحظ بعض الأدوية مكتوب عليها هنا مثلاً بليبل مكتوب shaking before use، يعني رج العلبة قبل الاستعمال. فهسه خلنا نجي ندرس suspension ونعرف شنو هو بالضبط. هنا يقول the second class of liquid mixture is suspension. النوع الثاني من liquid mixture هو suspensions. شيء طبيعي لأن احنا أخذنا ال first class باللكتشر الأول اللي هو كان solution. فال second class راح يكون suspension. The particles الجزيئات in suspensions are larger than those found in solution. الجزيئات الموجودة بالsuspensions تكون كبيرة بالمقارنة مع الجزيئات الموجودة بالsolution. يعني جزيئات suspensions تكون أكبر من جزيئات الموجودة بالsolution. The components مكونات of suspension can be evenly distributed. مكونات suspension يمكن توزيعها بشكل متساوي. Can be evenly distributed عن طريق شنو؟ By a mechanical means like by shaking the contents. يعني خلنا نجي هسه نعرف لحد هالنقطة عن شنو حكينا. هنا يقول لك ال components of suspensions، مكونات suspensions نقدر نوزعها بشكل متساوي عن طريق ميكانيكية معينة اللي هي رج المكونات. ليش يمكن توزيعها بالتساوي عن طريق رج المكونات؟ لأن إحنا قلنا السسبنشنز يتكون من insoluble substances وليكويد. فهاي insoluble substances راح شو نسوي لها؟ راح نرجها حتى تتوزع بشكل متساوي بالليكويد، حتى لذلك راح نقدر نسوي لها distributed equal، نسوي لها توزيع متساوي أو متعادل. But the components لكن المكونات will settle out، راح يصير بيها راح تستقر، ترجع تستقر. يعني هنا ورا ما نرج العلبة ونعوفها 10 ثواني على مكان معين راح نشوفها انه هي الـ insoluble substances المواد الغير مذابة راح ترجع تترسب بالأسفل. لذلك يقول عليها الـ components will settle out. Suspensions consist of insoluble substances. Suspensions يتكون أو يتألف من insoluble substance، من مادة غير مذابة موضوعة
suspended in a liquid موضوعة بالسائل. Example عليها الoil and water. عند احنا من نحط قطرات من الدهن او الزيت في المي راح نلاحظ ان الoil ما راح يذوب بالماء، فهو يعتبر مثال بسيط او توضيح بسيط عن suspensions اللي تتكون من مواد غير مذابة مع liquid. Many medications such as milk magnesia are administered as suspensions. العديد من العلاجات الطبية مثل الميلك مغنيسية، حليب الغني بالمغنيسية، يعطى على شكل suspensions، يعطى كعوالق. يعني هسه من يقول لك اعطيني مثال عن suspensions بالميديكيشنز راح تقول له الميلك مغنيسية. هنا يقول لك many bottles of medication state on the label shake before use. يعني shake before using يعني رج العلبة قبل الاستعمال. مكتوب ان احنا لاحظ قلناها على القارورات الزجاجية حاطين label حتى كاتبين لك بيها انه shake before using رج قبل الاستعمال. Most suspensions use water. اغلب suspensions تستعمل الwater as the suspending medium. كشنو؟ ك يعني كليكويد تستعمل كسسبندنج ميديوم يعني كعالق متوسط. يعني انت السسبنشنز تستخدم المي اغلب الاحيان زين، لكن البروكاين بنسلين جي هذا الدواء، هذا دواء البروكاين بنسلين جي فور اكزامبل از يوزوالي ادمينسترد از ان اويل سسبنشن. خلينا نجي نسولف على هاي النقطه حتى نفهمها. يقول الموست سسبنشنز اغلب السسبنشنز تستعمل المي كمذيب. نعم يعني تستخدم العوالق يحطوها بالمي ويستعملوها كمذيب، يستخدمون المي. فهاي السسبنشنز يعني administered as water soluble زين. لكن اكو مثل اكو العلاج اللي اسمه بروكاين بنسلين جي، هذا العلاج كمثال يكون يعطى على شكل oil suspensions مذاب بالoil زين، ما يكون مذاب بالwater على عكس بقية suspensionات اللي تكون مذاب بالwater. فالبروكاين بنسلين يكون مذاب بالoil suspension. هسه خلنا نجي نحكي على pharmaceutical suspensions زين، اللي هي العوالق وعلاقتها بالمجال الصيدلاني وأسباب استعمالها. خلنا نجي نعرف شنو أسباب استعمال suspensions. أولا drug is insoluble، مثل ما عرفنا drug يكون غير مذاب يترسب أسفل القارة الزجاجية. drug is more stable، العلاج يكون أكثر استقرارية. ليش؟ لأن هو أيضا يترسب لجوه فلذلك يكون مستقر بالsuspension أو emulsion أكثر من solution، لأن السوليوشن يكون السولفنت مندمج ويا السوليوتس يعني صاير بيناتهم الدواج. أما هنا الانسلبل سبستانسز بالسسبنشن أو الاميوليشن تكون مترسبة بأسفل القارورة الزجاجية، لذلك تكون more stable أكثر استقرارية. There is a need to control the rate of release drug. زين يقول لك هناك حاجة لتنظيم النسبة المعطاة أو المقدار المعطاة من العلاج. يعني لازم نقدر العلاج اللي نعطيه. يعني مثلا مثل ما نقول تأخذ 5 ملي لتر من كذا علاج اللي هو يكون مثلا على شكل suspension. طبعا نقول له تأخذ 5 ملي لتر، فشي طبيعي هو راح يأخذها بسبون بملعقة، بما انه 5 ملليلتر تكون نفس الحجم. يعني هنا كمثال على هاي النقطة اللي هي there is a need to control the rate of release of the drug، يعني هناك حاجة للسيطرة على المقدار المعطى من العلاج. The drug has bad taste. The drug هنا بال suspension يمتلك يكون طعمه مو طيب bad زين، ويكون هو على شكل oral
يعني مو solid يعني يكون oral. زين the properties of suspensions هاي كلش مهمة شباب واحتمال كلش كبير تجينا على شكل essay. هاي خصائص السسبنشن. اولا يكون heterogeneous يكون غير متجانس. احنا هاي عرفناها لان المواد الغير مذابة ما راح تندمج ويا الليكويد فلذلك يكون heterogeneous غير متجانس على عكس السوليوشن اللي يكون متجانس لان من دمجه المواد المذابة ويا المذيب فذاك تكون homogeneous. اما بالسسبنشن فيكون غير متجانس. زين هنا النقطة الثانية يقول are not clear يكون غير واضح. يعني يعني كمثال على هاي النقطة حتى نوضحها مثلا من نجيب ضوء مال جداحة خلينا نفترض ونخلي قارورة زجاجية تحت تكون من نوع suspension. طبعا المحلول الليكويد مالتها liquid mixture يكون suspension. فإذا أريد إن من أحد الجهات نشغل هذا الضوء فنلاحظ من الجهة المقابلة إلها ما راح يمر هذا الضوء لذلك يقولون عليه not clear يعني ما يسمح بمرور يعني ما يسمح بمرور الضوء من خلاله أو ما نقدر نشوف شيء إذا نوضع قدامنا ما نقدر نشوف الشيء الوراء فلذلك يكون not clear. زين النقطة الثالثة يقول don't pass through the filter membrane هو العفو the filter paper يعني هو ما يمر من خلال ورقة الترشيح وأيضا don't pass through the membrane ما يمر خلال الغشاء البلازمي أو أي غشاء. زين خلال الممبرين ما يمر السسبنشن. هس نيجي على موضوع ثاني اللي هو الكولايدز أو المستحلبات. هاي الكولايدز شباب هي أيضا شبيهة بالسسبنشن إنه المواد ما تكون insoluble يعني insoluble substances موضوعة بالليكويد يعني هم تكون غير مذابة وموضوعة بالليكويد يعني مذوب على هم يعني تختلف عن solution بهاي النقطة. فهسه خلينا نجي نعرف شنو الكولايدز. الكولايدز the third class of liquid mixture. الكولايدز consist of tiny particles من جزيئات صغيرة suspended in a liquid يعني هنا الكولايدز يتكون من جزيئات صغيرة موضوعة بالليكويد على عكس السسبنشن اللي هي كانت large particles. زين هنا يكون tiny particles. طبيعة الكولايدز the nature of collides خنشوف شنو طبيعة الكولايدز. The aqueous system of cells are not composed entirely of true solution يعني النظام المحلول بالخلايا. زين نظام المحلول بالخلايا ما يتكون بشكل كامل من solution وإنما يتكون أيضا but also contain colloidal dissipations or collides. هنا colloidal dissipations هو نفس الكولايدز بس اسم ثاني. زين فالأكواس سيستم بالخلايا ما يتكون بشكل كامل من السوليوشن وإنما أيضا يتكون من colloidal dissipations or collides. زين يعني يحتوي الأكواس سوليوشن هسه على الأكواس سيستم بالخلايا يحتوي على solution ويحتوي أيضا على colloidal dissipations or collides. زين food digestion هضم الطعام يتطلب involves the formation of collides before the food can digested يعني هضم الطعام يتطلب تكوين أو تشكيل الكولايدز زين بالمعدة قبل ما الطعام ينهضم. زين الكولايدز behave quite differently than do ordinary suspensions يعني الكولايدز يختلف تماما عن ما يقوم به السسبنشن وايضا have an entirely different set of properties وايضا يختلف يمتلك خصائص معينه يختلف بها عن السسبنشنز. يعني شنو يختلف بشنو يختلف هسه خلينا نقول نوضح لكم شنو يختلف. اولا الكولايدال هو ايضا احنا سبق وان قلنا السسبنشنز اول شيء يكون غير متجانس heterogeneous
ويكون ايضا not clear ويكون ما يمر خلال ورقة الترشيح وما يمر خلال المي ميمبرين. اما الكولايدز فهو ايضا يكون heterogeneous ايضا يكون يعني ما يكون غير متجانس ايضا ولكن يكون واضح are clear يعني اذا وضعناه ونباوع من جهة معينة للجهة المقابلة راح نقدر نشوف شيء اللي وراء لذلك هو يكون clear وأيضا pass through the filter paper يعني يمر خلال ورقة الترشيح وكذلك pass through the membrane يعني يمر خلال الغشاء أو الميمبرين فلذلك هو يختلف بعض الخصائص عن suspension ولكن هو أيضا ما يذوب بالليكويد زين ما يذوب بالليكويد هسه خلنا نجي نعرف بعض الأمثلة عن الديسبريشنز يعني قلت لكم سابقا إنه الديسبريشنز هي نفسها الكولايدز نفسها ما مجرد تسمية ثانية إلها هنا يقول لك liquids with salts and gases all may be mixed to form colloidal disperations يعني السوائل والمواد السائلة والصلبة والغازات كلها من الممكن استعمالها كتكون لك خليط حتى تكون لك خليط الكولايدل أو الكولويد حتى تكون لك خليط المستحلبات فهسه نجي ناخذ مثال عليها أول شيء عندك الأريزولز الأريزولز هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن solid or liquid particles in gases موضوعة بالغاز يعني مواد صلبة أو سائلة جزيئات صلبة أو سائلة وين موضوعة؟ بالغاز موجودة بالغاز مثال عليها السموك is a solid in gas يعني السموك هو صلب بالغاز يعني أنت من تشوف دخان بالجو فهذا هو عبارة عن مادة صلبة salt particles موجودة بالغاز راح تقول لي شون السموك يعتبروه صلب كابتن السموك الدخان ناتج من حرق مواد صلبة فلذلك لما تحرق مثلا ورق تحرق خشب تحرق أي شيء من هذا القبيل فإن المتطاير منه هو رثاث فهذا الرثاث الموجود ويا الدخان فلذلك يعتبر سولد يعتبر سولد إن غاز صلب في الغاز أما الفوق اللي هو شنو الضباب is a liquid in gas هو عبارة عن مثال على شنو؟ على الليكويد في الغاز الضباب يتكون من احنا مثل ما نشوف من اللي اذا سامعين بقطرات الندى هاي قطرات الندى هي مثلا الناتجة بعد يعني عندما يذهب الضباب راح تكون لهاية فهي تعتبر ذاك تعتبر ليكويد موضوعة ايضا وين بالغاز موجودة بالجو في الغازات فهاي مثال عن الأيروزولز زين نيجي على النوع الثاني اللي هو السولز السولز عبارة عن salt particles in liquid يعني جزيئات صلبة وين بالسائل خلنا نجي ناخذ مثال عليها example الميلك of magnesia is a salt with salt magnesium hydroxide in water مثال عليها الميلك of magnesia with salt magnesium هيدروكسيد بالماء يعني هذا كله صلب زين موضوع بالليكويد هذا كله سوليد وهذا شنو ليكويد مثال عن السولز نعتبره للسولز اللي هي عباره عن سولت بارتيكلز ان الليكويد هسه نجي ناخذ الايميوليشن الايميوليشن هي بارت جزء او نوع تايب من الكولايدز وهو عباره عن ليكويد بارتيكلز in liquid عبارة عن سائل في سائل ناخذ مثال عليه المايونيز كلنا نعرف المايونيز موجود بأكثر بيوت العراقية واللي هو عبارة عن oil زيت ومع شنو ممزوج ويا الووتر النوع الخامس اللي هو الجيلز وذا سامعين بي أكيد سامعين بي الجيلي زين عبارة عن liquids and solids زين هذا عبارة عن liquid particles موضوعة بsalts particles راح ناخذ عليها مثال examples
جيلاتين. الجيلاتين is a protein in water. هو عبارة عن protein in water. والكويكساند الرمال المتحركة هي عبارة عن sand in شنو in water أيضا. هي عبارة عن شنو؟ عن مادة صلبة اللي هي sand موضوعة وين؟ موضوعة بالwater اللي هو الليكويد. هسه نجي ناخذ موضوع الديفيوجن واللي اغلبنا مر علينا قلتنا لكم بالمناهج مال سادس الاعدادي وان شاء الله يكون سهل. يعني الديفيوجن السوليوت بارتيكلز موف فروم هاي كونسنتريشن تو ا لوور كونسنتريشن. يعني الجزيئات السوليوت تتحرك من الضغط العالي إلى شنو؟ إلى الضغط الواطي. In order وبالترتيب to bring a uniform concentration حتى تجيب لي ضغط متعادل وتسوي لي balance. زين؟ throughout. يعني diffusion هي عملية انتشار الجزيئات من مناطق ذات تركيز عالي إلى مناطق ذات التركيز الواطي حتى أقدر أحصل بالأخير على نسبة متعادلة من التركيز داخل وخارج الخلية. الفاكتورز افكتنج بالديفيوجن، العوامل اللي تأثر لي على الديفيوجن، أول شيء عندي الكونسنتريشن اوف سوليوت، أولا تركيز المواد المذابة. زين؟ ثانيا عندي التمبرتشر درجة الحرارة، وعندي المين مولكيولار فيلوسيتي اللي هي السرعة الجزيئية. The concentration of oxygen molecules تركيز جزيئات الأكسجين is greater outside هي تكون كبيرة خارج الخلية outside the cell than inside. يعني تركيز جزيئات الأكسجين خارج الخلية يكون أكبر من تركيزها داخل الخلية. لذلك the oxygen molecules تنتشر into the cell يعني تنتشر من خارج الخلية إلى داخل الخلية من مناطق ذات التركيز العالي أو تحتوي على تركيز عالي إلى مناطق ذات التركيز الواطي. يعني هنا نشوف شو يقولك the oxygen molecules diffuse into the cell factor يعني عشان يسوي لك affecting diffusing diffusion lipid solubilities of suspend substances يعني راح يأثر لك على ذوبانية المواد الدهنية. زين؟ بخلال هذا انتشاره داخل الخلية. The concentration of oxygen molecules is greater هنا هذا رسم توضيحي يقول لك هنا the concentration of oxygen molecules is greater outside the cell than inside. So the oxygen molecules diffuse into the cell تنتشر إلى داخل الخلية. هنا هذا أيضا رسم توضيحي. هنا البلومناري كابلاري زين يعني الأنبوب التنفسي وهنا الألفيولار ميمبرين غشاء التهوية وهنا عندك دخول أكسجين وهنا الكربون دايوكسيد. زين ما بيشي أيضا هنا type of diffusion أنواع الانتشار عندنا simple والفاسليتد ديفيوجن يعني سمبل ديفيوجن انتشار بسيط والفاسليتد ديفيوجن هنا ما حاكي لي عنهن مجرد ما تعطيني اياهن اكو تايبين من الديفيوجن عندي بس قايل لي سمبل والفاسليتد ما متطرق عليه. شوف السلايد اللي بعده يحكي لك على فيكس لو اوف ديفيوجن قانون فيكس على الانتشار وايضا مو ذاك الاهميه بس مجرد نحفظه حتى خاف يجينا احتمالية بالامتحان. يقول الدي اس على الدي تي يساوي الدي اي دي سي على الدي اكس. هنا الدي اس على الدي تي هو عبارة عن rate of movement of solutes يعني نسبة حركة المواد المذابة. زين والدي هي عبارة عن diffusion constant ثابت الانتشار والA هو عبارة عن الأريا أو الوسط اللي تحصل بالانتشار والدي اس دي سي العفو على دي اكس هو عبارة عن الكونستريشن جريدينت. زين عبارة عن تراكيز منحدر التركيزي لهذا عملية الانتشار. هنا راح يحكي لي على الفاكتورز افكتنج ديفيوجن.
احنا قبل شوي اخذناها بالسلايد الفات بشكل مبسط. هنا انا راح يحطيني اياه هنا وهنا ذني كلش مهمات، يعني احتمال كبير يجينا بالامتحان. فنجي نشوف شنو ذني الفاكتورز اللي تاثر على الانتشار. اول شيء عندك الكونستريشن جريدينت، اول شيء الكونستريشن جريدينت يعني المنحدر التركيزي، ثاني شيء منحدر التركيز العفو، وثاني شيء عندك الالكتريكال جريدينت اوف ايونز سوليوست يعني المنحدر الكهربائي للمواد الايونات المواد المذابه، وهنا عندك النقطه الثالثه هي البريشر جريدينت اوف غازز يعني المنحدر منحدر الضغط للغازات، وعندنا ايضا النقطه الرابعه اللي هي المين مولكولار فيلوسيتي اللي هي السرعه الجزيئيه، وعندك النقطه الخامسه اللي هي التمبريتشر، وعندك السولبيلتي اللي هي الذوبانيه، والفيسكوسيتي اللي هي اللزوجه ايضا هي من الفاكتورز اللي تاثر على الديفيوجن، وايضا عندنا السايز اند شيب اوف سوليوت عندنا الحجم والشكل للمواد المذابه، وعندنا البور سايز اوف ميمبرين زين يعني حجم الثقب الموجود من ميمبرين اللي هو اذا كان صغير راح يقلل من عمليه الانتشار، واذا كان كبير راح يزيد او يسرع من عمليه الانتشار، والتايم والوقت taken by diffusion الوقت اللي ياخذ الانتشار is directly proportional to the square of the distance traversed يعني التايم اللي ياخذ الانتشار يتناسب طرديا مع مربع المسافه المنتقله زين. هسه عندنا البروبرتيز اوف سوليوشنز خصائصها. اول شيء عندنا الاوزموزيس، خلينا نجي نعرف احنا سابقا ماخذين، خلينا نجي نتفاهم عليه، ماخذين السادس تعريف المبسط اللي هو التناضح وهي حركه جزيئات الماء خلال غشاء اختيار النفاذيه زين، او يتم حركه جزيئات مثل غشاء بلازما ويتم حركتها على وفق شنو؟ على وفق قانون الانتشار. وش وقت اهم شيء تعرف شو وقت يتوقف التناضح؟ اريد هاي النقطه تربط لي اياها خاصه ويا السادس، ان احنا سابقا ماخذيه انه يتوقف التناضح عندما يتساوى الضغط التناضحي مع الضغط الهيدروستاتيكي. هسه خلينا نجي نشوف ايش يضمن لنا او ما مضمون هذا السلايد. اول شيء الاوزموزيس السولفنت مولكيول زين جزيئات الماده المذيبه move through a semi-permeable membrane لحد الآن ما أكشي يختلف، يعني المواد المذيبة تمر خلال غشاء اختيار إقاد النفاذية واختيار النفاذية from a dilute solution to a concentrated solution يعني هي تمر لي من الغشاء اختيار النفاذية من منطقة من المحلول يكون مخفف إلى المحلول اللي يكون مركز، ليش؟ حتى تسوي لي ياهن نفس التركيز. هي من تروح من المحلول المخفف من مثلا السهاية هيج، خلينا نفترض انباوعه هنا هذا الرسم، هذا اللي هنا هو الديليوت سوليوشن واللي هنا هو الكونستريتد سوليوشن، فتم عملية انتقال السولفنت منين؟ من نانه تروح للكونستريتد سوليوشن، ليش؟ حتى تذوب المواد، يعني الكونستريتد سوليوشن اللي هي محاليل المركزة تكون تركيز المواد السوليوتس بها كبيرة جدا يعني، والسولفنت قليل، السوليوتس يعني المواد المذابة، لذلك الماء يتحرك من هاي المنطقة اللي هي الديليوت سوليوشن اللي هي تكون يعني المحلول المخفف، المحلول المخفف عكس الكونستريتد سوليوشن، المحلول المخفف يكون تركيز السولفنت بيه كلش عالي وتركيز السوليوتس بيه كلش واطي، اما الكونستريتد سوليوشن فيكون تركيز السوليوت بي كلش عالي وتركيز السولفنت بي كلش واطي، فلذلك تتم حركه السولفنت من الديليوت سوليوشن الى الكونستريتد سوليوشن، حتى شنو؟ حتى تسوي لي عمليه تخفيف الهاي الجزيئات الموجودة لهنا، فبالتالي من راح يتساوى تركيز هذا المحلول الديليوت الكونستريتد سوليوشن، من راح يتساوى تركيزه مع هذا
المحلول اللي جاب اللي دز المي، فبالتالي راح نحصل على البالانس. فبهاي الحالة راح يتساوى الضغط التناوحي مع الضغط الأوزموزي، فراح يتوقف دخول الماء. سين هنا الأوزموتك بريشر. احنا ليش قلت لكم قبل شوية حكينا بشكل مفصل عن الأوزموزيز عن التناضح، حتى تعرف نجي من نجي للأوزموتك بريشر انتم مفتهمين الآلية. الأوزموتك بريشر قبل ما نقرأ سلايد نتفق انه الأوزموتك بريشر هو preventing، شي يسوي لك هنا كاتبين prevent the flow of water، الكمية من الضغط must be applied، يجب أن تطبق to prevent the flow of water، حتى تمنع تدفق الماء أو التناضح through the membrane. خل نجي نفسرها، لأن هو مو يمنع. بعض الطلاب شو تقول osmotic pressure يمنع مرور الماء أو تدفق الماء أو التناضح خلال الميمبرين. هو مو هيك فكرته أن الضغط التناضحي بالعكس هو اللي يجيب لي هو اللي يسحب المي. هو الضغط التناضحي، خلينا نروح ذاك السلايد، هنا هاي الديلوت سوليوشن زين، وهنا الكونسنتريتد سوليوشن زين. الضغط التناضحي شو يسوي؟ يسحب المي من الديلوت سوليوشن يدخله للكونسنتريتد سوليوشن حتى يسوي لك إذابة للجزيئات زين. فيعني هو مو يمنع، بالعكس هو اللي يسحب الجزيئات المي حتى تدخل لهذا المحلول. لكن لما يتساوى تركيز تركيز هذا المحلول اللي هو الكونستريتد سوليوشن، من يتساوى تركيزه ويتخفف ويكون التركيز مالته مساوي لهذا، يعني تركيز الكونستريتد سوليوشن اللي هو هذا مساوي لتركيز الديلوت سوليوشن، فبهالحاله الضغط التناضحي راح يتساوى ويا الضغط الهيدروستاتيكي، وراح يكون كغشاء يمنع عملية مرور الماء بعد حتى يوقفها زين. فهاي فكرة الأوزماتيك بريشر. هسه نجي نقرأ كقراءة فهمية. يقول the amount of pressure that must be applied to prevent the flow of water or osmosis زين through the membrane. الأوزماتيك بريشر الضغط الأوزموزي على شنو يعتمد؟ Osmotic pressure depends only on the number of solute particles in the solution. يعتمد فقط على شنو؟ على عدد الجزيئات المادة المادة المذابة الموجودة بالمحلول. لذلك شوف the greater concentration of solute، تركيز العالي من المواد المذابة يعطيك greater pressure that must be applied to prevent osmosis. زين؟ لذلك هو يعتمد، يعني هو كل إذا كان التركيز most solute، ليش احنا قلنا يعتمد على solute؟ يعني هسه خلينا نلاحظ انه هنا لما يقول لك concentration of solute is greater، فالpressure راح يكون ايضا greater زين. هسه هنا يشرح لك هو فهمي هذا السلايد وما يعني مو ذات أهمية. يقول لك الإكوليبريم الاتزان أو الثباتية أو المساواة is reached، نحصل عليه when the two solutions have identical concentration. هذا الاتزان، هذا الإكوليبريم نحصل عليه عندما هناك محلولين، المحلولين have identical concentration، يمتلكن نفس التركيز، يعني المحلولين يمتلكن نفس التركيز، فلذلك راح يكون هنالك equilibrium، يعني ما يكون هنالك انتقال من مناطق ذات تركيز العالي إلى مناطق ذات تركيز واطي، لا هنا أكو equilibrium. ليش؟ لأن المحلولين يحتوون على نفس التركيز، فلذلك ما راح أكو أي عملية انتشار. يقول لك but، لكن شوف هاي مو مؤثرة، شوف هنا يقول لك but solvent continues to move in both direction، يعني السولفنت المواد المذيبة راح تستمر بالحركة بالاتجاهين منا ومنا وبنفس المقدار وequal rates، يعني المواد المذابة راح تستمر بالحركة بالاتجاهين
زين و... وبنفس المقدار فما راح تأثر على الكونستريشن ما راح تأثر على الثباتية راح نبقى عندنا ثباتية هاي الموفمنت اوف سولفنت راح تسوي لك بريشر ذات اوبسز اديشنال نت موفمنت اللي يعاكس الاضافه الحركه راح تسوي لك ضغط يعاكس الحركه المضافه لها at constant temperature عند ثبوت درجة حرارة هاي ممكن أن تجي كمسكيو عند ثبوت درجة حرارة the osmotic pressure is directly proportional to the concentration difference across the membrane يعني الضغط التناضحي راح يتناسب لم عند ثبوت درجة حرارة الضغط التناضحي راح يتناسب طرديا ويا the concentration difference ويا التركيز المختلف خلال الميمبرين يعني خلال يعني بهالحالة احنا نقدر نقول كفرضية رياضية الأوزموتك بريشر يتناسب طرديا مع الفرق في التركيز خلال الميمبرين زين وبنفس الوقت affixed concentration يعني العملية عكسية هناك كان التمبريتشر ثابتة هنا التركيز ثابت فالأوزموتك بريشر راح يتساوم طردياً is directly proportional to the absolute temperature لدرجة الحرارة المطلقة فعندك عندما تكون درجة هسه صار عندك صار عندك عندما تكون درجة الحرارة ثابتة فإن الضغط التناضحي راح يتساوى طردياً مع منه مع الفرق في التركيز خلال غشاء البلازمي أما عند ثبوت التركيز فإن الضغط الأوزموزي راح يتناسب طردياً ويا الأبسولوت تيمبرتشر ويا درجة الحرارة المطلقة. هسة هنا قوانين نحفظها يعني كما عندنا كان مثال عليها الأوزموتك بريشر عندك قانون يقول باي في يساوي ان ار تي هذا حفظ والباي تساوي ام ار تي زين ويعني هاي الار ثابت وعندك هنا المولار كونستريشن اوف بارتيكلز تركيز الجزيئات وهنا يقول لك ايزي تو ميجر سمول باي سو يوزفول فور ديتيرماينينج مولار ماسز اوف لارج مولكيولز لايك بروتينز اند بوليمرز طبعا هذا كله مو مهم المهم انه تحفظ لي هذا تحفظ لي هذا القانون وتحفظ لي ايضا هذا القانون والثوابت هاي الثوابت احنا ماخذيها من السادس اللي الار يساوي لك 0.082 زين وهاي هذا سلايد ما بي اي شيء هسه نجي ناخذ الاوزمولاريتي الاوزمولاريتي شو يقول شو يحكي عن الاوزمولاريتي يقول ذا توتال نمبر هاي هنا الاوزمولاريتي اللي كتعريف رياضي هو يقول ذا توتال نمبر اوف مولز زين العدد الكامل من المولات of all particles in solution زين المولات الكاملة لجميع الجزيئات الموجودة بالسوليوشن because every particle ليش جميع المولات هنا لما قلنا the total number of moles of all particles in solution ليش قلنا جميع الparticles الموجودة يعني عدد المولات الكاملة لجميع الجزيئات الموجودة بالسوليوشن السبب هنا يقول لك because every particle in solution كل الجزيئة بالمحلول ايون كانت اذا كانت ايون او molecule فcontribute تشارك او تساهم to the osmotic pressure of the solution فهي تساهم بالوصول الى الضغط التناضحي او الاوزموزي للمحلول زين هسه ناخذ الاوزمول الاوزمول هو جزء صغير من osmolarity واللي هو عبارة one mole of any kind of particles زين مول واحد من أي نوع من الجزيئات في لتر من المحلول في لتر of solution زين هنا عندك a letter of one molar molar KCl will have two osmoles comprising of the osmolarity the blood and urine الدم والبول is often a good indication of kidney function يعني الدم واليورين هي عملية البول هي تكون عادة الجود كاشف يعني كاشف أو يكشف عن وظيفة الكدني يعني يشوف لك إذا كانت وظيفة الكدني جيدة أو مدى تأدي بشكل ممتاز زين هنا هذا مثال هذا الـ letter of one molar KCl will have two osmoles
compression of the osmolarity. زين هذا مثال مبسط يعني ما له أهمية. هنا النورمال سيروم اوزمولاريتي هنا هاي شيء حفظ يقول لك السيروم اوزمولاريتي يعني المصل الدم النورمال مالته يكون من 280 الى 290 اوزمول على لتر اما اليورين فيكون 300 الى 1000. هسه نجي نحكي على الهايبوتونيك سوليوشن والهايبرتونيك سوليوشن والايزوتونيك سوليوشن. اول شيء عندنا الهايبوتونيك سوليوشن. If red blood cells اذا كريت دم حمراء RBC تحطها in a solution of lower solute concentration. اذا تحطها كريت دم حمراء تحطها في محلول يحتوي على تركيز واطئ من المواد المذابة اللي يسموه cold hypotonic solution. الhypotonic solution كلنا نعرف انه الhypotonic solution يكون تركيز المواد المذابة به قليل جدا. زين فعنده وضع كريات دم حمراء كريات دم حمراء في او خلايا دم حمراء في lower solution اللي هو الhypotonic. الووتر راح شي يصير به الووتر will move into the cell يعني الووتر راح يروح لك منين من الهايبوتونيك راح يدخل الى داخل الخليه السيل ايش راح يصير بيها the cell will then swell راح تنتفخ and rupture تتمزق in a process called hemolysis اللي هي عمليه تحلل الدم. زين هذا الرسم التوضيح خلينا نجي نباو عليه حتى نفهم الفكره. اول شيء شباب خلينا نتفق انه الهايبوتونيك هي يكون تركيز السوليوت مالتها السوليوت يكون تركيزها قليل لور اما الريد بلاد سيلز فباعتبار من تحط الار بي سي في محلول يحتوي على تركيز قليل من السوليوت فالتركيز مال سولفنت شيء طبيعي راح يكون عالي. الهايبوتونيك مو نقول السوليوت تركيزها بي قليل المواد المذابة تركيزها قليل فشي طبيعي السولفنت راح تكون بها التركيز عالي اما الار بي سي فيكون تركيز الجزيئات بها اكبر من تركيز الجزيئات اللي موجودة بالهايبوتونيك لذلك راح يتم انتشار الماء منين هذا مثلا الهايبوتونيك سوليوشن هذا البنفسجي فراح يتم انتشار الماء منين من هذا الوسط يدخل للريد بلاد سيلز يدخل هنا زين يدخل داخل هاي الخليه فرمن راح يدخل المي هنا الخليه ايش راح يصير بيها راح تنتفخ بعدين يحصل بيها رابتشر اور اكسبلوزيف يعني تنفجر او تتمزق زين وتتلف الخليه. هاي بالنسبه للهايبوتونيك سوليوشن يكون مميزاته لور سوليوت كونسنتريشن قلناها انه يكون تركيز المواد المذابه الجزيئات المذابه قليل ويكون تركيز السولفنت بعالي. الفلويد شيفت فروم هايبوتونيك سوليوشن حركه السائل تكون من الهايبوتونيك سوليوشن انتو ذا مور كونسنتريتد سوليوشن الى المحلول المركز الى المحلول اللي يحتوي على تركيز عالي من السوليوت تركيز عالي من المواد المذابه تركيز عالي من الجزيئات فلذلك الفلويد راح يكون يدخل الى داخل الخليه. شوف هنا يقول لنا fluid shift from hypotonic solution into the more concentrated solution create a balance حتى يسوي لي بالانس بين قوسين هنا قايل لك السيلز راح شو يصير بها سويل السيل راح تنتفخ وبعدين راح تتمزق. زين هنا وش يحتوي الهايبرتونيك يحتوي هالف نورمال سالين سوليوشن هنا محلول السالين سوليوشن هو محلول ملحي التركيز مالته بال 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 بالمحاليل بالسوليوشن يكون 1%. الهايبوتونيك يحتوي على الهالف الهالف النص نص من من الطبيعي مالته يعني ايش قد يحتوي 0.45 من السالين سوليوشن. الهايبرتونيك يحتوي half normal saline solution اللي هو 0.45 NaCl يعني يحتوي على نصف العدد الطبيعي من المحلول الملحي اللي هو 0.45% NaCl. هسه نجي نحكي على
هيمولايسيس. شنو الهيمولايسيس؟ هي عملية تحليل. لكن كتعريف شنو هي؟ يقول لك هو the passage of water in or out of living cells. هو عملية مرور الماء أو حركة الماء in داخل أو خارج الخلايا الحية. In important biological process. خلال عمليات بيولوجية مهمة. زين؟ يعني هو حركة الماء داخل وخارج الخلية خلال عمليات بيولوجية مهمة. هسا نجي ناخذ الايزوتونيك سوليوشن اللي هو المحلول المتعادل، يكون تركيز المواد داخل وخارج الخلية بالنسبة للسوليوت والسولفنت تكون متعادلة. هسا شو يقول لك؟ if the concentration of solute is equal on both sides، يعني إذا تركيز السوليوت متعادل بالاتجاهين of the cell membrane، زين يعني خارج وداخل الخلية، the osmotic pressure will be equal and the solution are called isotonic. يعني لما يكون تركيز المواد داخل وخارج الخلية متعادل فالاوزموتيك بريشر ايضا راح يكون متعادل، زين، والسوليوشن يعرف بهاي الحالة بالايزوتونيك اللي هو المتعادل. نو فلو هنا شو يقول لك؟ نو فلويد شيفت، يعني ماكو ما يتحرك لا يطلع ولا يطب. بيكوز سوليوشن ار ايكوالي كونستريتد، ليش؟ لان السوليوشن المحاليل خارج داخل الخليه متساويه، فالماء لا يطلع ولا يدخل، لا بالضبط يعني لا يخرج ولا يدخل. هسه نجي على الهايبرتونيك سوليوشن. الهايبرتونيك سوليوشن عكس الهايبوتونيك. الهايبوتونيك كان تركيز الهايبوتونيك كان تركيز السوليوت بي شنو؟ قليل. تركيز السوليوت كان قليل بالهايبوتونيك. اما الهايبرتونيك فتركيز السوليوت بي يكون كلش عالي. هسه هنا قبل ما نحكي على الهايبرتونيك خلينا نسولف عليه. الهايبرتونيك يكون تركيز السوليوت المواد المذابة كلش عالي مقارنة بالمذيب السولفنت، فلذلك الهايبرتونيك سوليوشن يحتاج إلى المزيد من السولفنت حتى يذوب هاي السوليوت حتى يحصل على تركيز بالانس متزن ومتساوي. فلازم مين يحصل عليه هذا الفلويد؟ يحصل عليه من داخل الخلية، يعني الماء راح يتحرك من داخل الخلية إلى خارج الخلية للهايبرتونيك سوليوشن، فالسوليوت بالهايبرتونيك سوليوشن راح تتخفف بالفلويد اللي راح تحصله من السيل، فالتركيز مالتها راح يتساوي. بينما الخلية ايش راح يصير بيها؟ الخلية راح يصير بيها شرانك، راح تنكمش. ليش؟ لأن طلع السائل من عدها. والخلية يكون الخلية يكون بيها تركيز السوليوت كلش يكون تركيز السوليوت قليل، زين، مقارنة بتركيز السولفنت. يعني بالخلية يكون تركيز الفلويد أو السائل كبير، وبالهايبرتونيك يكون تركيز السائل قليل، وبالسيل يكون تركيز المواد المذابة يكون أيضا قليل، وبالهايبرتونيك يكون التركيز مع المواد المذابة يكون كبير. لذلك هو يحتاج الماء من السيل حتى يخفف هاي الكمية الكبيرة من السوليوت. هسا خلنا نجي نشوف شنو الهايبرتونيك سوليوشن. If red blood cells are placed in a solution of higher solute concentration، إذا خلية الدم الحمراء حطيناها بمحلول يحتوي على تركيز عالي من السوليوت. منو يحتوي على تركيز عالي من السوليوت؟ الهايبرتونيك، فاسمه called hypertonic solution. الووتر شو راح يصير بيه؟ احنا قلنا الهايبرتونيك سوليوشن يحتوي على تركيز عالي من السوليوت، لذلك هو يريد يذوبهن، فلذلك الووتر will move from inside the cell to the outside. يعني الووتر والووتر will move from the cell to the solution، يعني الماء راح يتحرك من الخلية إلى المحلول. زين، the cell then shrank. الخلية شو راح يصير بيها؟ راح يصير بيها الكماش. In a process is called crenation. هاي العملية تسمى الانكماش، هي بالضبط. يعني أنت بالhypertonic solution، red blood cells بنحطها
محلول عالي التركيز من السوليوت اللي هو الهايبرتونيك سوليوشن الووتر will move from the cell من داخل الخلية للسوليوشن والخلية will then shrunk راح تنكمش in a process called crenation تسمى الانكماش. مميزات الهايبرتونيك سوليوشن أول شيء يكون higher solute concentration يكون تركيز السوليوت بي عالي. The fluid is drawn into the hypertonic solution. زين المي راح يسحب الى من داخل الخليه الى الخارج الى الى المحلول مال hypertonic. زين ليش راح يخرج الى الخارج؟ شوف يقول لك to create a balance والسيل راح يصير بها shrunk انكماش. هنا يمتلك 5 دكتروز in normal saline. زين دكتروز هو اسم للملح زين اسم من انواع السالين فيقول لك يحتوي 5% من الدكتروز النورمال سالين دي 5 على 0.9 ان اي سي ال. يعني هو هناك بالهايبوتونيك الهايبوتونيك يحتوي على نصف العدد الطبيعي او المقدار الطبيعي اللي هو 0.45 اما بالهايبرتونيك فهو يحتوي على العدد الكامل. هنا نشوف النورمال سالين يعني يحتوي على العدد الطبيعي من الملح اللي هو 0.9 اما هاي دي 5 فهي تابعه للدكتروز زين فتابعه للدكتروز لذلك يقول دي 5 على 0.9 ان اي سي ال اللي هو الملح زين. هسه the usual concentration of the salt عاده تركيز الملح in the blood بالبلازما مال الدم is isotonic to 0.9 هاي قلناها هسه هنا تركيز الملح يكون 0.9 NaCl بالسوليوشن محلول الملحي زين. النوبي يقول this concentration of NaCl is called normal saline يعني العدد الطبيعي هو يعني دي يلح على هاي النقطة دي يوضحها أكثر بس هو اللي دي يقول لك عليه انه تركيز الملح بالهايبرتونيك يكون على المقدار الطبيعي اللي هو 0.9 زين. Or you know this concentration of NaCl is called normal saline or physiological saline. زين الدكتروز هم دي لحقب هاي النقطة طبعا دي يوضح على الملح يقول الدكتروز 5% in water D5W. زين اعتقد هذا السلايد واضح وما به اشكال. هسه نجي ناخذ التناضح الاوزموزيس بالخلايا الحيوانية الاوزموزيس and animal cell. زين the cell of your body normally exist in isotonic environment. خلايا الجسم عادة توجد ب بيئة متعادلة زين بيئة متعادلة. When cells are placed عندما نحط الخلايا بهايبرتونيك environment لما نحطها ببيئة تكون هايبرتونيك اللي يكون higher concentration of solute than cell يكون تركيز السوليوت بالسوليوشن مال higher مال هايبرتونيك يكون تركيز السوليوت اكبر من تركيز السوليوت داخل خليه زين. الووتر leaves the cell الووتر راح يطلع من السيل يتوجه لمن للهايبرتونيك حتى شي يسوي حتى يخفف السوليوت لان تركيز السوليوت بكلش عالي فالووتر يتحرك من السيل للهايبرتونيك حتى يخفف. خلينا نجي نشوف الووتر leaves the cell راح يترك الخليه and and the cell becomes شنو shriveled الخليه راح تنكمش ايضا. shriveled هنا مرادف للشرانك زين يعني هسه المي راح يترك الخليه زين والخليه راح يصير بيها shriveled. conversely when animal cells are placed in hypotonic زين اما يعني من تحطها الخلايا الحيوانيه من تحطها بمحلول hypotonic solution زين من تحطها بhypotonic solution الخلايا الحيوانيه اللي يكون تركيز السوليوت بي كلش منخفض بالمقارنه than the cell يعني التركيز السوليوت او المواد المذابه بالhypotonic solution يكون قليل منخفض بالمقارنة مع منه مع تركيز داخل السوليوت داخل الخلية. الووتر شو راح يسوي؟ احنا قلنا الووتر يتحرك
من المكان البي هواية مي إلى المكان البي هواية سوليوت حتى يذوب ذني السوليوت ويسوي إكول إكولايبريم حتى يسوي الاتزان. فإحنا أنا عندي السوليوشن السوليوشن اللي هو الهايبوتونيك يكون تركيز السوليوت بي قليل وبالخلية يكون تركيز السوليوت هواية. فالمي مين راح يروح؟ المي راح يروح من المكان البي تركيز السوليوت قليل المواد المذابة تكون تركيزها قليل فالأكيد المواد المذيبة راح يكون تركيزها عالي. فالمي راح شي يسوي أو الفلويد راح ينتقل من الهايبر من الهايبوتونيك سوليوشن إلى الخلية إلى داخل الخلية حتى شي يسوي حتى يخفف كمية السوليوت الموجودة بالخلية. ناتج هاي العملية راح يصير عندك swells انتفاخ and may explode راح تنفجر. زين هاي كل ما يخص الهايبر والايزو والهايبوتونيك. شوف هسه هنا الماي دا يدخل بالهايبوتونيك دا يدخل للخلية بالايزوتونيك تركيز متعادل لا يدخل ولا يطب بالهايبرتونيك الماء دا يخرج من الخلية دا يصير بها شرانك.